صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دايما بتسألوني على الورد اللي على الشباك عندي ده. ده ورد صناعي مش ورد طبيعي، عشان دايما بتسألوني نوعه ايه. ده ورد صناعي. انا الاول كان عندي نعناع وكان عندي فل، بس للأسف في فترة حملي كده فترة ما اهتمتش بيه غصب عني لما سافرت، فالورد كله دبل، فاضطريت ان انا اغيره الورد صناعي بالطريقة دي. واعذروا صوتي لاني لسه صاحيه ولسه زولي مش احسن حاجه يعني، فبيكون رايح شويه كده لما بصحى من النوم، فمعلش. بس حبيت عشان بتسالوني كتير على الورد ده ايه نوعه او جايباه منين، فانا كنت جايباه من فتح الله، بس سعره ما كانش غالي خالص. كنت جايباه من فتح الله الاثنين دول وحطيتهم هنا. بصراحه شكلهم بقى حلو، وما بقتش حاسه بالذنب ان انا حتى زرع صناعي ولازم اهتم بيه او خايف عليه، لان بجد لو هتجيبوا زرع طبيعي لازم تهتموا بيه كويس جدا، لان دي تعتبر روح يعني ولازم نهتم بيها. وبالنسبة للبوتس اللي محطوط فيها دي انا كنت جايباها لما كنت جايبة الزرع الطبيعي، كان من صفحة على الفيسبوك، بس للأسف انا نسيت اسمها، ومثبتاه جوه باللي هو الفل الابيض ده، مثبتاه فيه بس كده. عايزه اقول لكم ان بجد من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي انا عودت نفسي عليها اني اشرب ميه اول ما اصحى من النوم. بجد اتعودت عليها لدرجه ان انا لما اجي مثلا صحيت ونسيت اشرب او كده بحس ان نفسي عطشانه، يعني بصحى من النوم عطشانه عشان اتعودت على كده. ساعات بحط معاها بقى نعناع، ساعات بحط معاها عسل، ليمون، اي حاجه موجوده عندي، وساعات زي كده بشربها بس من غير اي حاجه. بس بجد فوائد الميه على الريق دي كتير جدا، فحاولوا ان انتوا لما تصحوا من النوم تشربوا كده كوباية على الاقل مية كل يوم. هتتعودوا كتير ان انتوا تشربوا اول ما تصحوا من النوم. فانا هشرب عشان احاول ان انا افتح صوتي عشان اقدر اتكلم. طبعا انتوا كده انا عرفتوا بصور الفيديو في يوم ايه. معرفش بصراحة بقى هينزل يوم ايه، بس انا كنت بصوره اهو يوم 3 في الشهر. ان شاء الله هحاول انزلها لكم قريب ما يطولش. نظبط التاريخ، انا من يوم 30/7 ما غيرتش التاريخ في الكالندر دي ونسيته اصلا. النهارده الاربعاء، مظبوط 3/8 يوم الاربعاء، ده ميعاد تصوير الفيديو. والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. تعالى اقول لكم على سر. بصوا انا مخبيه البونبوني والشوكولاته من ديما فين. انا اصلا كنت حطاهم في طبق على السفره، فديما خلاص كانت حفظت مكانه، فكانت كل ما تصحى تجري عايزه تاكل منه وتقعد تعيط. فقررت ان انا ارمي يعني اخبيه البونبوني كله هنا، ورحت موريها الطبق ان الطبق فاضي خلاص خلاص ما بقاش فيه تاني. بس في الحقيقه انا مخبياهم هنا وحاطه دي كده قدامهم عشان ما تعرفش ان انا مخبيه. بعملوا كده مع اولادكم. Thank you.
بصراحه انا مش قادره افطر لان زوري وجعني جدا، فهكتفي ان انا هشرب الشاي وهو سخن كده عشان يقدر ان هو يفتح صوتي، عشان عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. فهشرب الشاي وارجع لكم تاني، استنوني. بصوا وانا بشرب الشاي كده كنت عايزه اوريكم حاجه عملتها امبارح، صنف حلو كده بس لذيذ جدا جدا، انا بعمله على طول. انا اتعلمته من ماما بصراحه، بس كنا بنحبه في البيت جدا. يعني يوم لما ماما تعمل لنا البودنج بالبسكوت ده بيبقى يعني يوم مش عادي بصراحه، بنتبسط بيه قوي ونقعد نقول لها اعملي كميه كبيره عشان ناكل منه كتير. ده بقى بيكون عباره عن ايه، انا عملته قبل كده معاكم برضو على الانستجرام، بس هقول لكم عشان لو حد ما كانش شايفه او كده. ده عباره عن بودنج بالشوكولاته، انا بجيبه يعني جاهز، الباكت بتاعه جاهز من السوبر ماركت او من كارفور، هتلاقوه في القسم بتاع الحلويات عند الكيكات والحاجات دي، اكياس كده بودنج مكتوب عليه بودنج بالشوكولاته. بتجيبوا الكيس بمكتوب الطريقه بتاعته على العلبه بتاعته من الظهر، بس كلهم معظمهم بيبقوا نفس الطريقه، بتزودوا السكر ولبن على النار وتحطوا الباكت وتقلبوهم كويس جدا جدا لحد ما يبقى قوامه بتاعه كده كريمي، يبقى هو جاهز معاكم. بيكون طعمه لذيذ قوي، انا بحبه جدا. وبعدين بجيب الطبق وبعمل طبقات ما بين البودنج والبسكوت، اي نوع بسكوت ساده. فانا بصراحه كان عندي كميه من بسكوت ساده ومحدش بياكله، فقلت اعمل بقى الحلو ده بيه واستغله. بجد طعمه بيطلع لذيذ قوي، عايزه اوريكم شكله من جوه. انا طبعا كنت حاطاه في الثلاجه من بالليل. بصوا ده كده بيبقى شكله من جوه، لذيذ جدا جدا جدا. طبقات كده البودنج مع القرمشه شويه كده بتاعه البسكوت، بجد لذيذه قوي. بس مش هقدر اكله دلوقتي عشان هو لسه ساقع، هشرب الشاي بتاعي وده هيكون فطاري النهارده، بس لما يهدى كده شويه. بالظبط زي ما قريته كده، البحث عن السلام النفسي هو هدفي للشهر ده ان شاء الله، اني ادور اكتر على سلامي النفسي. ليه قررت القرار ده اني هدفي الشهر ده البحث عن السلام النفسي؟ لاني حسيت ان الفترة الاخيرة بتأثر جامد جدا من كلام كتير ممكن يتقال ما يكونش ليه اي لازمة خالص، بس بصراحة بدأت احس ان الكلام ده بيأثر عليا، وبدأت احس ان نفسيتي مش احسن حاجة بسبب الكلام ده. اغلب الكلام ده بيكون من السوشيال ميديا طبعا، سواء على الانستجرام على اليوتيوب، بتظهر كده تعليقات ملهاش اي لازمة خالص، ناس بتجرح فيك من غير ما تعرفك كشخصية، ناس بتقلل من اللي انت بتعمله، بتحسسك ان انت ايه الاختراع يعني اللي انت عملتيه. رغم اني في بداية ما عملت الصفحات بتاعتي سواء اليوتيوب او الانستجرام كنت دايما بوضح ان انا ما بعملش اختراع، ما بقولش حاجة جديدة، انا بس بحاول ان انا اسهل على اللي قدامي حاجات كتير، بحاول احسسهم ان الحياة مش وحشة لان الحياة فيها سلبية كتير جدا، فانا بنقل لكم الجزء الايجابي منها كتير. حتى لما كانت تعلق لي يا بختك بتلاقي وقت منين، يا بختك عندك بيبي وبتعرفي تعملي، رغم ان كل ده مش صح، بس انا مش هطلع على الانترنت يعني واقول لكم ان حياتي قد ايه مأساوية وحياتي صعبة والحاجات السلبية في حياتي. مين هيتابعني؟ ما كله هيقفل الاكونت بتاعي، محدش هيتابعني. وهبقى انا ضفت لكم ايه يعني؟ جبت لكم طاقة سلبية؟ بالمناسبة انا على فكرة بسجل لكم ودي ما قاعدة على رجلي، بس هي لسه صاحية من النوم فسكتة. دي حاجة انت ممكن محدش يكون واخد باله منها. اوقات كتير بقى بتحصل حاجات زي كده. اللي بيقابلني طبعا انا مش بتكلم عن الكل، بتكون حاجة قليلة جدا 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 من الحمد لله الناس اللي بتحبني ودايما بتدعمني وبتقولي كلام حلو كتير، بس الحقيقة ان الحاجات دي فعلا بجد بدأت ان هي تأثر فيا، وبدأت احس بطاقة سلبية كده بتجيلي. اوقات كتير بقول طيب ما انا قبل الانستجرام ده خالص انا كنت عايشة حياة هادية سلمة كده ما فيهاش اي كلام كتير، قافلة عليا بيتي ومحدش يعرف عني حاجة، عايشه في هدوء وروقان ومريحه دماغي، فانا هقفل الاكونت وارجع اعيش حياتي من تاني. وبفاجئ بعدها بناس والله بتقعد تبعت لي روان احنا استفدنا منك كتير قوي، روان احنا بنحب الاكونت بتاعك جدا، كميه بقى طاقه ايجابيه سبحان الله. في كل مره اقول انا هقفل الاكونت يحصل موقف او رساله تخليني اتراجع عن قراري ده، يعني كده وبعتبرها ان هي اشاره من عند ربنا، لا انت بتعملي حاجه كويسه كملي. ودايما والله اي معلومه بنزلها يعني انا بحتسبها عند الله كده ان هي تبقى ايه صدقه كده، برجع عن قراري ده. طيب ما انا مش هقفل الاكونت بتاعي ولا انستجرام ولا يوتيوب، برضو هلاقي اكيد اللي ينتقد واكيد اللي هيعلق،
انا بس عايزه اقول لهم حاجه، ان تعليقك ده هو مش قد ما هيضرني هو هيضرك انت كمان، يعني انت كمان بتاخد ذنوب على التعليق ده. فعادي جدا لما حد يشوف فيديو مش عاجبه او حاجه مش عاجباه يعمل سكيب للفيديو خالص وما يتفرجش. فقررت الشهر ده ان انا ابحث عن السلام النفسي، وده اللي هوصله ان شاء الله عن طريق ان انا اتجاهل بقى كل الحاجات اللي بتسبب لي اذى او ضرر نفسي. يعني اي حد بيكتب لي تعليق سلبي، انا اوريدي اصلا ما بردش على التعليقات السلبيه دي خالص، لاني عمري ما هنزل لمستواهم الا لو حاجه بس محتاجه اوضحها مش اكتر، لكن عمري ما برد على حد بنفس مستواه. ولو تعليق فيه اساءه بتجاوز يعني انا بمسح التعليق وبعمل لصاحب التعليق ده بلوك خالص. فقررت ان انا هكمل بقى اكتر، لان انا كنت لما بقرا التعليق نفسه كنت بتاثر، فلا انا بعد كده اي تعليق سلبي هعمل كاني مش شايفاه اصلا وهمسحه. هتغاضى عن اي حد بيبعت لي رساله سلبيه هدفها الاحباط، هدفها الحقد عليا، سواء الناس اللي بتقعد تقول لي يا بختك يا بختك يا بختك كتير، دول انا هعتبر ان انا مش شايفاهم تماما. الاول بصراحه كنت بقعد ارد عليهم، لما حد يقول لي يا بختك بيتك رايق اقول لهم على فكره انا بيتي زيكم، انا برضو انسانه زيكم وعندي بيتي بيتكركب وعندي طفله. لا انا قررت مش هرد اصلا، اللي عايز يقول حاجه يقولها، لان ده بيسبب لي برضو ضغط واذى نفسي. اي تعليق سلبي بيتكتب لي مش هرد عليه، وهنا هتكون رحلتي في الوصول للسلام النفسي الحمد لله على ارض الواقع. مفيش حد بيسبب لي اذى نفسي كبير، يمكن كلها حاجات بسيطه وهقدر ان شاء الله انها تتعامل معاها يعني. بس بيكون الناس اللي مستخبيه ورا الشاشه بيكون اذاها النفسي اكبر بكتير، ومش بتحترم اللي قدامها لانها بتتحامى في الشاشه. يعني هو لو قدامي مش هيقدر يقول الكلام ده، فهم بيتحاموا في الشاشه دي فيقدروا ان هم يجرحوا في اللي قدامهم بشكل عادي جدا. فانا كده كده ما بردش عليهم، هم بيتحملوا الذنب مع نفسهم. بس عشان نوصل للسلام النفسي ده انا اصلا هعمل كاني مش شايفاهم وهتغاضى عنهم وهكمل في طريقي. الاول كنت بقعد اقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح زي المثل اللي بيقول كده، فانا هقفل الانستجرام وريح نفسي. دلوقتي لا بقى مبدئي اتغير، الباب اللي يجيلك منه الريح افتحه وقف وشه ووجهه عشان تقدر تكمل. انا عارفه ان انا حكيت معاكم كتير جدا، بس بجد انا كنت عايزه اقول لكم على النصايح دي عشان ممكن حد يستفيد منها، واسفه ان انا طولت في الكلام. بصوا كنت عايزه اوريكم حاجه في الترابيزه الصغيره دي اللي عندي، عندي فيها مشكله زي ما انتم شايفين متقشره بالشكل ده، غالبا كانت هي لسه مدهونه او كده وحطوا عليها الازاز، الدهان اصلا طلع في الازاز بالشكل ده. فالحتت المقشره دي بصراحه مضايقاني جدا فيها، فانا جبت مانيكير ابيض وهدهنها بالمانيكير وهنشوف هتنفع ولا لا، وعلى الاقل يعني حتى لو ما نفعتش بس هيبقى احسن اكيد من المنظر ده، فهجرب اعملها ونشوف هتنفع ولا لا. اهم حاجه تجيبوا اللون الابيض اللي هو التقيل مش الخفيف عشان يعمل زي الدهان كده بالظبط. هو طبعا ممكن في الكاميرا يبان في فرق، بس الحقيقه الفرق في الطبيعه يعني بسيط جدا، غير اني اعتقد لما تتعمل كل الحاجات دي تتلقط كده مش هتبان، وبرده زي ما قلت لكم اكيد احسن من ان هي تبقى منظرها كده. فقلت اقول لكم على الحل ده عشان في ناس كتير بتقعد تسالني. الترابيزات يعني برده عندهم بتبقى عامله كده زي عندي، هي بصراحة بتبقى حاجة بتضايق قوي، فده حل يعني بسيط كده مؤقت ليها. طبعا اللي يقدر بقى يدهنها كلها يعني يجيب دهان بقى ويدهنها كلها من الاول طبعا هتبقى كويسة جدا وترجع جديدة. اللي بقى مفيش امكانية او صعب، يا لهوي كان هيطير مني، كانت تبقى مصيبة لو راح على الكنبة. اللي مفيش امكانية او صعب عليه بقى يقدر يعمل الحل ده. بصوا يعني انا هحاول اظبطه كده واوريكم شكله في الاخر. بصوا كده ده شكل الترابيزه من بعيد، ما اعتقدش ان هو مضايقني قوي، احسن من الاول بالنسبه لي ما لونها كان متقشر. حاساها ممكن مع الوقت ما ينشف مع الاستخدام وكده ممكن اللون يتوحد الى حد ما، بس يعني ايه فكره يعني بسيطه كده نقدر نعملها نداري على الاقل بيها منظر الحته المتقشره دي. قلت لكم ان انا عايزه اغير الديسبنسرز دول عشان زي ما انتم شايفين بيصدي كده، ممكن يتغسل عادي وكل الكلام ده، بس بقى مضايقني كمان في الفتح والقفل لانه بقى مصدي فبيتفتح ويتقفل بصعوبه جدا. هحط بقى مكانه الديسبنسر ده بتاع ايكيا بشكل مؤقت كده لحد لو لقيت حاجه مناسبه هبقى اجيبها واحطها مكانه. ده كده شكله، والله شكله عجبني قوي لما حطيته، حسيته سامبل كده وبسيط. دي اللي تحت دي كانت صبانه قديمه عندي حطيتها عليه بالشكل ده، عجبني قوي بصراحه شكله حلو. انتوا اكتبوا لي ايه رايكم كده احلى.
بصوا دي كده الكوبايات بتاعت الدسبنسر اللي انا كنت حطاها، انا غسلتها كويس جدا بصراحه، حاسه شكلها حلو فمش عايزه ارميها. انا رميت بس الجزء اللي كان من فوق اللي كان مصدي، فاقترحوا عليا كده ممكن استخدمهم في ايه. صراحه حاسه شكلهم كيوت كده وحلو، بس مفيش حاجه في دماغي دلوقتي، فانتوا اقترحوا عليا كده ممكن استفيد منهم ازاي. بصوا انا جاتلي فكره، هعمل منها فواحه، هستخدمها كده احط جواها شمعه، ولقيت عندي الشمعدان الصغنن ده مقاسها، حاسه شكله مش وحش يعني شكله لطيف، هحط فيه هنا الشمعه بتاعت الفواحه. تعالوا كده نجربها مع بعض، معرفش بصراحه هتنجح ولا لا، انا خايفه ان هو كمان يتكسر، بس هنجرب كده. اصلا ان عندي يعني في فواحه ازاز عندي، فاعتقد الموضوع هينجح. هنحط الشمعه كده جوه ونولعها. انا حطيت كده الشمعه جوه وولعتها اهي، وهحط الشمعدان عليه بالشكل ده كده، وهحط الشمعه اللي انا عايزه اسيحها اللي هتطلع بقى المعطر كده، وده يبقى شكلها. حاسه شكلها لذيذ والله، واستفدت منها. ايه رايكم، نفعت ولا لا؟ بس في مشكله ان انا لما حطيت، صدقوا حطيت الشمعدان ده طفى الشمعه اللي تحت، هجرب اولعها تاني برضه. فشلت، عارفين ليه؟ عشان لما حطيت دي ضغطت على الشمعه اللي تحت، خلاص ما بقاش فيه هوا، فكانها اتطفت، زي لما بنجي نطفي شمعه بتاع باسن بودي كده، بنقفل الغطا فبيطفي الشمع. فانا لما حطيت دي الشمعه اتقفلت، فللاسف الفكره ما نجحتش، فنفكر في حاجه تانية بقى. بصوا انا خدت واحده منهم حطيتها كده في الحمام، وحطيت فيها فرش الاسنان، شكلها حلو ومقاسها مظبوط، فدي اعتمدتها خلاص، هحطها في الحمام.